المساحات اللي يتركها فريق فيوتشر اللي يتقدم في هذا الشوط الثاني في تعويل على سرعة الشلوي والجزائري عبد القادر غراب، وهذا متعادل، هذا متعادل مروان محسن. المرة الأولى التي يجد فيها الثغرة مروان محسن، لا يفوت مثل هذه الكرات وما يضيعش مثل هذه الفرص. مروان محسن يمضي هدف تعادل لفيوتشر. شوف الخطا اللي قام به بشير الكرامي في ترك الكره من هشام عادل، لعب البديل وصلت لمروان محسن قبل احمد مودي، يغالط خالد المسماري ويمضي هدف تعادل لفيوتشر. ما يضيعش مروان مثل هذه الكره.